انت بتعمل ايه؟ بلمع الأمورة. شايفة النبي بتبرش ازاي؟ أمورة قوي مش كده؟ عارفة انتوا لو قعدتوا مع بعض وقت أطول تعرفوا بعض كويس قوي. بس واضح ان انت عارفها كويس قوي. عارفها؟ ايه اللي عارفها؟ ده انا حافظها شبر شبر. تعرفي اهم حاجة في العربية دي انك تصبري عليها. انا اتعلمت السواقة على العربية دي. ترى اتعلمت عليها ايه تاني؟ الصبر. انت لازم تصبري. يعني ما ينفعش الواحد يركب ويجري على طول. بقى كده. بص يا حبيبتي الاول ايه؟ انا لازم اسخنها عشان تلين وما تقفش. بس 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 اسكت اسكت خالص. ايه ايه بس في ايه مالك؟ في ايه؟ في انك كذبت عليا يا استاذ. بس انا خلاص عرفت كل حاجه عنك وعن تاريخك مع العربيه يا بتاع رشا السيسي. السيسي؟ هي ركعت من دبي؟ مش عارف بس عصام حكاية على كل حاجة. ايوه ما انا حكي لك عن الموضوع ده من زمان. بس ما حكيتليش ان رشا السيسي تبقى نجمة عربيات الشقاوة وان ذكرياتك معاها هي السبب اللي خلت تحتفظ بالخردة دي. لو ايه عايز تلبسني انا في سواقتها يا يا. استني بس يا حبيبتي استني. العربية دي ليها ذكريات تانية غير رشا السيسي. يا لا كان في بنات غيرها؟ لا لا دي فهمت غلط. انتي عارفة طبعا بيتنا عامل ازاي. بابا وماما وعصام طول النهار في نقير وخناق وانا طبعا لازم اهرب من الدوشة دي كلها. كانت العربية دي بقى خلوتي. كنت اخدها واقعد الفلف في اي حتة كده وبابا لما كان يعوز يعاقبني كان ياخد المفتاح وده كان اسوأ عقاب بالنسبة لي. دي مش مجرد عربية يا دينا. هو ده السبب اللي مخليني عايز احتفظ بيها. لا ما كنتش فاهم الموضوع كده خالص. ماشي خلاص نحتفظ بيه عشان العشرة والكلام ده بس لحد ما نحاولش نجيب عربية تانية. لا 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 ايدك 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 يا ماما كده تبص بيها مينفعش. شد الحزام كويس يا نادين. حاضر يا مامي. يلا بينا. الكليب بتاعها؟ طبعا يا بنتي انا مسجله. عارفه المسطره اللي بتطلع في الكليب ده اللي بتقفل على الايد؟ عندي منها اربعه. اربعه؟ هتديني واحده؟ ومالك بس مش حاجه ببلاش. بطل شقاوه مش كفايه اللي عملته في المدرسه؟ شوف كده عملت ايه في مستر مجدي النهارده؟ اصلا انت ضحكت عليك كل الفصل. ايه ده بس انا سمعت ان هما بعتوا لك استدعاء ولي امر. انا متعود على كده. انت جالك قبل كده استدعاء ولي امر؟ ده الاستدعاء رقم 15. 15 استدعاء ولي امر؟ الترم ده بس. ممكن شغل الاغنيه دي عشان انا بحبها قوي. طلبات كتير قوي على فكره بس وماله. شوكي جنن انت عامله كده ازاي؟ فرد وبجلات تحت الجنن. لا 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 بلاش بلاش ما تبوظليش التسريحه انا قعدت اربع ساعات افرد فيه. وادي الاغنيه. ده انت ظابطها من الاول. ايه رايك؟ تجنن. ايه بقى؟ بتقالي كده انا استاهل مكافأة. مكافأة ايه؟ مكافأة نهاية الخدمة ولا ايه؟ لو انت خدمتك كتير. كفاية كده. انت كفاية كده. لا بس 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 بس. في حاجة يا مامي؟ ها؟ لا ابدا يا حبيبتي مفيش حاجة. عايزي ماما بتخرف. اجي يا الله ليه كده ما كنت بعقلك. هات مفتاح عربيتك دلوقتي يلا. ليه خير؟
انا مش هحط رجلي في الريتم دي تاني ابدا. ليه بس؟ هي عملت لك حاجه؟ الله، مش عربيتك وشقاوتك وذكرياتك؟ خلاص اركب هند. ماشي يا ست اركب، ما عنديش مشاكل خالص يعني، دي حبيبتي هسوقها زي الفل. اتفضلي. حلوة قوي. مبسوطة؟ اه. اهم حاجة عندي ان انت تبقي مبسوطة. راضية دلوقتي؟ اه انا مبسوطة. روح انت بقى اركبها واتبسط. ايه ده؟ ايه جو الغموض والرعب اللي انت معيشاني فيه ده؟ تكونيش فكتي لي الفرامل؟ بس 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 اهدي. انا من زمان قوي ما سمعتش الاغنيه دي. هو انت ما عندكش اغاني غير العربي؟ ما عندكش كده كوكتيل انجلش؟ لا، بس انا ممكن اجيب لك البرنامج الاوروبي. تحبي ننزل نقف بره شويه؟ لا الجو برد. تلبسي الجيلي بتاعي؟ لا انا هقعد في العربية. براحتك. مع ان منظر القاهرة من فوق المقطم يجنن. هيفوتك. ما انا عارفة. انت جيت هنا قبل كده؟ انا حافظة شارع. انا مبسوط جدا جدا ان انا معاكي هنا. انت معاكي بن؟ معايا البن، معايا السحر. اه كله بقى عشان ريحه بقك كده يعني. تعرفي رشا؟ وانا معاكي بحس ان انا من جوه حد تاني خالص. ايه ده؟ اقفل بقك. ايه ده، كلامي وحش للدرجه دي؟ لا لونه ازرق. ايوه بس ايه بس السحري. السحري البند انه بعدين الوانه تبان. بس هو ايه اللي بقى احمر على طول دلوقتي؟ اتش. ايه ده عصام، انت بتعمل ايه هنا؟ يا عم المقطم للجميع. بقول لك بابا نزل ملقاش العربية في الجراج، وماما وهو قلبين عليك الدنيا وحالفين لو انت مرجعتش العربية دلوقتي هيموتوك. اتش انجز اتش اصلا في المكسر. اتش ايدي. روح حسام قدوهم ان انا كويس، طمنهم عليا وانا جاي. رشا يعني سوري انا عارفة. لا انت تدور بسرعة عشان ماما متقلقش عليك. لا حسام. اهلا يا دي النيلة. دينا ايه يا دينا، انت مكبره الموضوع كده ليه؟ قاعد بسمع الراديو وجات اغنيه من اللي انا بحبها. ايه ما كملهاش؟ عمرها ما حصلت لك؟ لا ما حصلتليش بالشكل ده يا هشام. اه اصل انت ما شفتش وشك الهيمان وعينيك الزفتانه. هيمان وزفتانه يا شيخ، انت بتقولي ايه بس؟ لا يا هشام حط نفسك مكاني، يعني يبقى شعورك انت ايه لو انا محتفظه بهديه بتفكرني بصاحبي الاولاني مثلا؟ انت مش هزعل طبعا. اه
عشان تعرف ومتأكد انك اول راجل في حياتي. ايوه ايوه فعلا. لا بجد تخيل كده مثلا ان انا كنت مخطوبه قبل كده. اه خطيبي ده بقى مديني هديه وانا محتفظه بيها كل شويه. ايه بس 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 كلم اللي انت بتقوليه ده. شفت زعلت ازاي؟ ايوه زعلت لان الموضوع بالنسبه لي حاجه تانية خالص غير اللي انت بتفكري فيه. بعدين بقى دينا الحاجات اللي انت بتتكلمي عنها دي كانت ذكريات وراحت لحالها. انما دلوقتي انا مبسوط في حياتي جدا. بحب حياتي دي اكتر من اي حاجه في الدنيا. طب عارفه انا النهارده وانا في الشغل فكرت ان احنا نخلص من العربيه دي خالص. يا بقى بقى بجد. انا كنت اتمنى يبقى لنا ذكريات سوا في العربيه دي. يا سلام. ايوه على الاقل ساعتها ما كنتش فكرت ان انا باعها. بقول لك ايه؟ تيجي قبل ما نبيع العربيه يعني نلحق كده يبقى لنا ذكريات فيها؟ تشد سوا على المقطم؟ اروح اجيب شنطتي. يلا بقى الله يكبر علينا. ايوه ربان ربان ربان.